رمضان بيجمعنا على الخير والتسامح، وأيضا بيجمع المسلمين على عادات وتقاليد كثيرة ومشتركة. فبعد ما تعرفنا على كيفية استقبال شهر رمضان بالكثير من الدول، رحنا لمصر، لتونس، للهند، لباكستان، ووصلنا اليوم لإندونيسيا. هاي البلد اللي أنا شخصيا بحبها كثير، البلد الجنوب شرق آسيوي يلي بيمتاز بطبيعة رائعة وشعب كمان رائع. اعتاد سكان اندونيسيا على استقبال شهر رمضان المبارك بمظاهر احتفالية بتميزهم عن سائر مسلمي العالم، فبتتبدل أنماط معيشتهم وبتتغير بصورة كثير كبيرة خلال شهر رمضان. لنتعرف أكثر عن طقوس رمضان رح يكون معنا سعادة قنصل اندونيسيا بدمشق عين الرفقي مدني. أهلا وسهلا فيك. أهلا. رمضان كريم. رمضان كريم، رمضان مبارك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك معنا. يعني حنروح هيك للجولة لاندونيسيا. نعم. نتعرف فيها على هالبلد اللي معروف بتمسكه بالكثير من العادات والتقاليد، خاصة بشهور مثل شهر رمضان المبارك، فأكيد فيه بيكون عندكم شيء خاص. بداية خبرنا كيف بتستقبل اندونيسيا شهر رمضان المبارك؟ اندونيسيون يستقبلون شهر رمضان بشكر والامتنان طبعا. ويعتبر الاندونيسيون شهر رمضان يعني شهر مهمة للغاية، على كونها شهر يعني تنظيف النفس ولتقنية النفس. وكثير يستقبلوا الاندونيسيون بشهادة الشهر يعني يعني التسامح واحترام بعضهم بعض، وكذلك يعني زيارة الأقارب وغير ذلك كثيرا. تمام. وبتبدأ التحضيرات لاستقبال شهر رمضان قبل شهر رمضان بكم مدة؟ يعني تقريبا يعني بشهر يعني يستقبلوا الاندونيسيون باحتفالات عدة. مثلا يعني يستحمون، يعني نقول في اندونيسيا يعني مصطلحا خاص يعني بنيادرا، يعني الناس يستمعون في مكان واحد ويعني يعني يتذكرون لله تعالى، وكذلك يستحمون لتقنيه النفس. تمام. فبيبدا شهر رمضان المبارك باندونيسيا وبيتغير بعض المعالم. شو بيصير برمضان؟ شو اكثر العادات والتقاليد بين الافطار وبين السحور؟ بعد شوي رح نحكي عن الاكلات الاندونيسيه. نعم. ولكن شو بيعملوا الاندونيسيين بين الافطار والسحور؟ يعني دائما الاندونيسيون يقومون بسحور يعني بمكبرات الصوت. هذا تقليد خاص في اندونيسيا، بمكبرات الصوت. يعني يقومون بكبر الصوت سحور أيها الصائمون، يا سحور أيها الصائمون، هكذا. هذا في الصحراء في السحور، حتى يستيقظون يعني الناس في البيوت، يعني يستيقظون. شكرا جزيلا على هذا الصور، هذا على هذا اسمه هذا الإشارة، هذه الإشارة يعني. يعني هذا غير المسحراتي اللي عندنا نحن، بيجي المسحراتي بفيقنا إذا بتعرف. أنتوا عندكم لا، بمكبرات صوت. بمكبرات الصوت، وكذلك يتجولون الناس مع اسمه يعني آلة خاصة مثل تبلة. يعني سحور حلو. يعني حلوة. حلو. يعني وبيفيقوا بالليل بيتسحروا، وبيكون في أكلات على السحور وأكلات على الفطور. تعال نبلش بالأكل الإندونيسي على الفطور. في أكلات برمضان ما منشوفها غير برمضان بإندونيسيا؟ طبعا في عندما فطور في إندونيسيا هناك أطعمة يعني متنوعة في إندونيسيا، وخاصة في رمضان هناك نقول باسمه كولاك. هذا كولاك مصنوع من بطاطا حلوة وحليب وغير، يعني يكون هذا فيه مشروبات خاصة وسؤرها حلوة جدا. تمام. هذا لازم يكون على مائدة هذا يكون كل مائدة في كل بيت، وكذلك في بعض في المساجد أو في المصلى. الناس يوزعون للصائمين. هي واحدة من الأكلات المشهورة. هذا الوحيدة. شو عندكم كمان هيك؟ يعني في أكلات مثلا الدسمة أو الثقيلة لازم تكون. نعم. كمان كذلك هناك شيء يعني خاص في إندونيسيا، لازم يعني يلزم إندونيسيون أن يأكل الرز.
هذا إذا صحيح إذا نكون هناك مصطلح جديد مصطلح يعني مشهور في إندونيسيا إذا لم نأكل الرز بمعنى أنت لم تتناول الفطور. أوكي. أصلاً في طريقة خاصة هيك أنتوا بتعملوا فيها الرز يعني نحن مثلاً نعمل رز بشعيرية هدول أساس أنتوا لا في الرز بيكون له هيك طريقتكم الخاصة. الرز هناك نقول في الرز ناسي غورين. هذا ناسي غورين مشهور في إندونيسيا. هذا رز خاص ونور مقلي ويختلط فيه اللحم والخضروات وشعره يعني حلوة جدا. يعني أحيانا حار حلوة وطعمه لذيذ جدا. طعمه لذيذ وطعمه لذيذ جدا. ما دقنا شيء لنحكم وإن شاء الله يعني سوف تذوقون عندما تزورون إلى إندونيسيا. لازم نتشرف أكيد. طيب نحكي عن شغلات تانية. حكينا عن الإفطار حكينا عن السحور. في مشروبات ما منشوفها إلا برمضان. مثلا بسوريا في عرق سوس، في تمر هندي، في جلاب، في هالأمور التانية. في نوع عصائر مميزة برمضان بإندونيسيا؟ يعني بالنسبة للمشروبات يعني ممكن نفسه شيء ما في سوريا، ولكن هناك عصائر كثيرة يعني من ثمر من الثمر ممكن مانجا و اسمه يعني كمان تمر هندي كمان موجود يعني نفس يعني تشابه كثير ما في سوريا. ولكن لا يوجد اسمه سوز. لا سوز لا يوجد في إندونيسيا الحمد لله مو طيب. طيب دائما كل بلد بيكون في عندهم شعوب عادات او طقوس معينه من بعد الافطار بعد صلاه التراويح. بتلاقي في ناس بتحب تتجمع بقهوة، في ناس بيعملوا تجمع بالحارة، يعني كل شعب له طقوسه. صحيح. في إندونيسيا شو عندهم؟ صحيح طقوس في إندونيسيا خاصة بعد أداء صلاة التراويح، يعني هم الناس يستمعون في المساجد ويقرؤون القرآن جماعة، وكذلك يستمعون إلى التوصية والمحاضرات الدينية الإسلامية. حلو كتير. الإسلام في إندونيسيا شيء عظيم جدا. نعم. ومكانة الإسلام في إندونيسيا يعني مكانة جدا مرموقة، فلذلك في مشايخ إندونيسيين أجادوا بالفقه الشرعي، في أيضا حلقات ذكر، في صلاة التراويح مقدسة. نعم. جدا برمضان. صحيح. ومثل ما ذكرت بينادوا على السحور. صحيح. وبيكون في أجواء جدا لطيفة. صحيح. وصلنا برمضان للتحضر لعيد الفطر مثلا. نعم. لاحقا كيف بيستقبلوا عيد الفطر؟ بيعملوا حلويات معينة؟ إيه بعيد الفطر قبل يعني لما تحضير بعيد الفطر يعني الناس يتعودون طبعا باسمه بإعداد الأطعمة الخاصة في عيد الفطر. وكذلك عندما جاء عيد الفطر هم يعني نقول بأوبن هوس يعني البيت المفتوح، يعني يدعون يعني أصدقاء والأقارب والجيران زيارة هكذا. طب والأطفال شو بتعملوا لهم؟ وخاصة للأطفال يعني هذا يعني عادة في إندونيسيا نوزع لهم يعني هدية خاصة، وكذلك ممكن بعض الفلوس مصاري جديدة. أي حلوة. هذا كهدية لهم بعد نجاهم من أداء صيام رمضان. حلو. أوكي. حلو. هاي للأطفال. هاي بنسميها عيدية. عيدية. في كنا عيدية. سنع بيقولوا أنت هذا برمضان ولا بعيد الفطر؟ بعيد الفطر. بالعيد. أوكي. برمضان للأطفال شو بيكون فيه كمان أنشطة خاصة لإلهم؟ أو ما بعرف شنو ممكن هيك اللي تحببوهم يمكن بفكرة الصيام وكل الواجبات اللي عليهم قيام فيها. نعم في للأطفال يعني كثير يعني يحبون اسمه. كمان يعني يستمعون مع الكبار في المساجد يعني حلو. يعني يتسابقون في ختام القرآن الكريم. وبعد ما ختام الكريم سيوزعون لهم هدية خاصة. تمام. رائع جدا هذا الكلام. اي بس اذكر انه العيديه هي تبع المصاري حلوه للاطفال وللاطفال الكبار كمان. لا مصر هذه للاطفال الكبار ممكن فظريفه جدا. طيب اذا بدنا نختم برساله موجهه للشعب السوري او رساله لاندونيسيا من قلب دمشق شو ممكن تقول؟ طبعا بكل سرور و اولا اسمحوا لي ان اشكر لشاشتكم الكريمه ومن خلالكم هذه الشاشه الكريمه أهنئكم لشعب سوري تهنئة حارة من قلبي بأداء صيام رمضان، وأتمنى أن يكون صيام رمضان كاملا وأن يعين
واسمه أن يتقبل الله منا ومنكم جميعا. آمين. وكذلك لشعب الإندونيسيين المتواجدين في سوريا كمان أهنئكم تهنئة خيرا بصيام صحيح من رمضان. وأخيرا أقول لكم كل عام وشعب الشوري بألف خير. الله يسلمك. شكرا شكرا لوجودك معنا، شكرا على هيك التفاصيل الحلوه اللي عايشتنا فيها باجواء يعني رمضان وحتى عيد الفطر باندونيسيا. اهلا وسهلا فيك معنا. شكرا. اهلا وسهلا فيك سعاده القنصل، ونتمنى للشعب الاندونيسي هيك يضل على طول متالق ومبدع. كنا عم نحكي تحت الهواء قديش في فكر عظيم، قديش في دراسات، قديش في جامعات عريقه باندونيسيا، فتحيه لكم كثير. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.